بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البقدونس يعتبر بمثابة العلاج المثالي لجميع مشاكل البشرة، خصوصا مشكل التجاعيد واسمرار البشرة وغيرها من المشاكل التي تصيب بشرة السيدات خصوصا مع تقدم السن، وذلك لأنه يحتوي على الفيتامين B9 الذي يعد عامل مساعد لحماية الجلد، إضافة إلى أنه غني جدا بالحديد والفيتامين C وغيره من الفيتامينات المفيدة للبشرة والشعر، إضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ما تحقق لنا فائدة لبشرتنا ويمنع ظهور التجاعيد عليها ويبعد عنها الشيخوخة المبكرة، وكذلك يصفي البشرة يفتحها يعطيها الحيوية والنضارة. كريم اليوم يخص منع التجاعيد ويعطي البياض لليدين. نحتاج في هذه الوصفة إلى نصف حزمة بقدونس أو معدنوس بما يسمى بالمعدنوس أو البقدونس، تأخذي نصف حزمة وتغليها، تغسليها جيدا وتغليها في كوب ماء بهذا الشكل، تتركيها تنقع جيدا. بعدها بعد ما تبرد هذا السائل، نأخذ 5 ملاعق طعام كبيرة من هذا السائل، 5 ملاعق طعام، ونضع عليها ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة أو النشا أو الكورن فلاور تسمى بالمايزينا كذلك، على نار هادئة مع التقليب حتى نتحصل على هذا الكريم، كريم البقدونس بهذا الشكل. بعد ما يبرد رايح يتكتل شوي، نرجع نخلطه بهذا الشكل ونتحصل على هذا الكريم. يوزع هذا الكريم على اليد، توزعيه على اليد بهذا الشكل، يوزع جيدا بواسطة فرشاة أو بواسطة أي سباتول موجود عندك، أو يمكن حتى بواسطة اليد هذا الشكل، وتدلكي اليد جيدا وتتركيه لمدة ساعة أو أكثر، أنتي وحسب التجاعيد اللي في يدك ودرجة الإسمرار اللي في يدك، لأني قلت إنه يحارب التجاعيد ويبيض اليدين. هكذا بعد ما ينشف جيدا معك، تشطفيه بواسطة ماء البقدونس، لا ترمي الماء المتبقي، احتفظي به واشطفي الكريم من يديك بماء البقدونس. بعد ما يجف ماء البقدونس، الترطيب راح يكون بواسطة زيت اللوز الحلو. رطبي يديك بزيت اللوز الحلو، ويفضل زيت اللوز الحلو في حالة عدم تواجده في البيت، رطبي بواسطة زيت الزيتون، ولكن يفضل أن يكون زيت اللوز الحلو لأنه رائع في مكافحة التجاعيد وتبييض بشرة اليدين. يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة واستخدامه وهو صالح لمدة 4 أيام فقط. يمكنك كذلك لنتيجة أسرع أنك تكرري هذا الكريم على يديك أكثر من مرة في اليوم، أكثر من مرة يمكن أنك تستخدميه لنتيجة سريعة، واحتفظي به في الثلاجة قلت صالح لمدة 4 أيام، حتى ماء البقدونس يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة بهذا الشكل، والبقدونس هكذا احتفظي به واشطفي به الكريم بعد وضعه عادي، ليس هنالك أي مشكلة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم وينال رضاكم. اللي طلبوا مني وصفة لإزالة التجاعيد من اليدين وتبييضهما،
يشوفوا الفيديو ينال رضاهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك من أجل دعمي على الاستمرار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.